معانا خالد احمد مراسل ام بي سي مصر من موقع الحادث بالمنصوره. اهلا خالد، ايه الحكايه وايه الموضوع؟ استاذ عمرو، النهارده محافظه الدقهليه تحديدا في مدينه منصوره شهدت حادث بشع. بدايه من الساعه 12 ونص ظهرا، طالبه نيره اشرف كان عندها امتحان، هي في كليه اداب جامعه المنصوره في الفرقه الثالثه، كانت راكبه ميكروباص هي من مدينه المحله ونازله منه، وكان معاها في الميكروباص زميلها برضو في كليه الاداب هو محمد عادل برضو في الفرقه الثالثه. نزلت هنا، يعني خليني اوضح لك الشارع، الشارع ده رئيسي امام بوابه توشكا بجامعه المنصوره، اتجاه خط السير اللي كان جاي من المحله من هنا، والعربيه بالظبط وقفت الاتجاه الاخر. هي نزلت الميكروباص، كان هو معاها عايز يكلمها ولكن هي رفضت، فهو عدى معاها الشارع وكانت هي رايحه في اتجاه بوابه توشكا. في الرصيف هنا بالظبط امام سور جامعه المنصوره حاول يكلمها، ردت عليه رد ما عجبهوش فدبحها هنا. نقدر نقول الطب الشرعي بين ان هو ضربها 3 طعنات، 2 في الصدر وواحدة في العنق. هتلاقي هنا لو زميلي يوضح، هتلاقي هنا في السور الابيض ده اثار الدم، هي وقعت هنا، حتى الشباب اللي صوروها هنا في المبنى اللي هو سكن الطلاب في محاذاة سور جامعة المنصورة. طبعا يعني اثار الدم لغاية دلوقتي واضحة، نزيف، يعني لتر كذا لتر من الدم. البنت سنها 21 سنة وهو سنه 21 سنة، ولكن الغريب في الأمر ان هما الاثنين من المحلة، فالقصة ابتدت، يعني هرجع بتسلسل من البداية خالص من صباح اليوم. هي البنت نازلة رايحة الامتحان زي ما انا اهو زميلي مبين العمارة ده سكن الطلاب، فهتلاقي معظم اللي صوروا بالموبايل من الشبابيك اللي هنا. محمد عادل زميلها بكلية الأداب بالفرقة الثالثة ركب معها الميكروباص من موقف مدينة المحلة، فكان عايز يكلمها لكن سائق الميكروباص وايضا يعني الناس اللي راكبين في الميكروباص لما لقوا ان هو بيحاول يتحرش بيها، طريقه كلام واسلوب كلامه مش مظبوط، فبعدوه عنها. فهو حب بقى لما هو خلاص نزل من الميكروباص ان هو يكلمها، فردت عليه وحصل الجريمه اللي هنا. موضوع السكينه، هو كان لابس قميص فالسكينه ورا القميص او جوه القميص، فهو الحادث حصل، يعني هو رد فعل، يعني هو لغايه ما هو كان بيكلمها ما الله اعلم، ده هنعرفه في النيابه، هو كان عايز يقتلها فعلا ولا هو رد فعله كان سريع. اللي حصل ساعتها الامن الاداري لجامعه المنصوره تدخل والناس المره اللي في الشارع. طبعا الراجل حصل له اصابات، كسر في المناخير واصابات طفيفه، الاصابات الطفيفه دي ودوه لمستشفى الطوارئ بالمنصوره، لكن لما لقوا ان هو حالته تسمح ان هو يقدر يتم التحقيق معاه ودوه النيابه العامه، ونيره اشرف نقلوها على الفور لجامعه المنصوره الدولي، مستشفى المنصوره الدولي. طبعا الطب الشرعي هناك لان حالتها خلاص كان توفت رحمه الله عليها ب3 طعنات، جرح في الصدر وفي العنق. لكن احنا من خلال تواجدنا في مشرحة المنصورة في مبنى المستشفى، مستشفى المنصورة الدولي، اتكلمنا مع جدتها، مامة باباها وعمها ومرات عمها. الموضوع ان هو محمد عادل زميلها من الجامعة والاتنين من المحلة بيحبها من سنة أولى جامعة، فهو كان يتقدم لها ان هو يتجوزها مرتين وبعديها هم رفضوا وهي رفضت، وبعد كده لما لقى ان هو بيتحرش وان هو على طول يبعت لها رسائل على الموبايل فيها تهديد، ده كلام جدتها وعمها في امام المشرحة، ان هو كان بيبعت لها رسائل على الموبايل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتهديد. وبعد كده والدها كان عمل فيه محضر، وايضا حاولوا ان هو يكون في جلسه عرفيه. واضح ان هو محمد عادل ده يعني هو شخصيه غريبه جدا، الولد ده من الاوائل على الجامعه، متفوق جدا في كليه الاداب، ولكن هو بيتم التحقيق معاه وايضا بيتم الكشف عن المخدرات، هل هو متعاطي مخدرات ولا هو عنده مشكله نفسيه ولا مشكله عقليه.
ولكن هو قبلها بيوم كان بعت لها رساله قبلها بثلاث ايام بعتذر، بعت لها رساله تهديد، وفعلا هو كان فاهم هو بيعمل ايه كويس، لان هو استناها من عند الموقف لغايه مبنى الجامعه. طبعا طب الشارع هناك كان والدها قبل ما يوصل للمشرحه كان في النيابه العامه مديريه امن اهليه بيحكي بقى كل القصه دي، ان هو من الولد من اولى جامعه هو سنه 21 سنه والبنت سنها 21 سنه، ان هو بقاله سنين بيحبها وان هو حاول يتقدم لها كذا مره وهم رفضوا، وبعد كده عمل فيه محضر، وبعد كده حاولوا ان هو بالعقل وجلسات عرفيه يا جماعه. وكان الغريب في الامر ان هنا ده شارع حيوي، ده شارع رئيسي امام بوابه توشكا بجامعه المنصوره، في مئات الطلاب والمحلات والمطاعم، فمحدش يتوقع ان شارع زي ده يحصل فيه جريمه بشعه بالشكل ده. فعلى الفور طبعا الناس اتدخلت، يعني هو الراجل لغايه ما يدخل لها هو كان مخبي السكينه، بدليل ان هو كان في الميكروباص وما كانش رفع لها سكينه او حد تدخل معاه. ولكن طبعا يعني المشهد مؤسف، هنلاقي ان هنا طبعا الدم لغايه دلوقتي عمال النظافه ما يقدرش يشيلوا اثار الدم، وطبعا التصوير كان من مبنى السكن الجامعي للطلاب، والمبنى الاداري هنا والامن الاداري حاولنا نتواصل معاهم، ولكن لازم طبعا بتصريح امني. الوالد لما وصل للمشرحه بمستشفى منصوره دولي كان طبعا في حاله نفسيه، طبعا بنته توفت، كان طبعا متاثر جدا ومتضايق جدا وبيطالبوا بالقصاص، وبياكدوا ان الولد ده غير طبيعي وان هو لازم يتم التحقيق معاه ويتم الكشف عليه هل هو طبيعي ولا بيتعاطى اي مواد مخدره، مع انه هو من المتفوقين دراسيا، يعني الولد ده متفوق دراسيا، وهي كليه الاداب وليها طموحات وليها احلام، وهي ليها اختين، هي ثلاث اخوات بنات، اثنين اخواتها من البنات متجوزين وهي اخر العنقود، هي الصغيره. ولكن حتى الان يعني نقدر نقول ان النيابه العامه بمديريه امن انا بشكرك شكرا جزيلا بيقوموا بالتحقيق معاه على المجهود والتغطيه الوافيه. شكرا ليك، وهنبقى نتابع معاك مره اخرى.